خليني اسالك بالطلابه اليوم، انا مولع بالاغاني يا ضوى ولايات، نشعتكم خبر طولتوا طالت المشكله، عندكم افكار اراء جديده طروحات اتفقتم، ما هو جديدكم في هذه القصه التي طال الانتظار في حلها؟ والحقيقه سؤالك بمعاني كبيره، وفعلا القضيه طولت لانه هذا المنصب هو منصب لمكون يسمونه المكون السني. هسه احنا راضين به ما راضين، واقع الحال هو هذا يعني حقيقه الامر. احنا كنا نتمنى يعني انه يجي الجانب الوطني بالموضوع، ولكن هو وطنيا مغلب بهاي التقسيمات الثلاثه التي فرضت بالعمليه السياسيه، من ضمنها رئاسه مجلس النواب اللي هي حصه السنه. الان خلى هذا المنصب صار 7 أشهر، والسبعة أشهر مو قليلة بالنسبة لمكون يخلو المنصب مالته، ولبلد أيضا بتشريعات وبقوانين وبدور رقابي وإلى آخره. واستمرت الحالة، الآن أعتقد أكو بعض الخيارات ممكن أن تطرح في هاي المرحلة المقبلة. أنا أريد أسمع الخيارات، الأفكار، الرؤى التي لديكم الآن حتى تخرجوا من عنق الزجاجة، شعدكم جديد؟ أعتقد يعني هالشكل، أولا الإطار أعتقد يعني ملف إدارة الدولة، إحنا جزء منه طبعا، والأطراف الأخرى أيضا جزء منه، أعتقد ميالين لحسم هذا الموضوع. الآن نبدأ نسمع عيش أجواء يعني حقيقة الأمر، وكو قسم من عندهم قريبين حال علينا لتقدم. طيب بعض الأفكار اللي طرحت من قبل والآن من قبل السيد الحلبوسي باعتبار رئيس تقدم، و من قبل تقدم، نعم، انه حتى نحل المشكله ما نخليها نفككها، عندنا عقده نريد نفكك هاي العقده. نقول اولا يعني رقم واحد اقرار، يقرون اخواننا واهلنا وناسنا وحبايبنا انه هذا حصة تقدم. زين. واذا عندهم وجهة نظر على شخص من المرشحين ننطيهم ثلاثة ويختارون واحد من الثلاثة. هذا الخيار الأول. الخيار الأول. طبعا هذا أنا مو بيه بالمناسبة. لأن أنا قاسم يمين انه ما أروح الرئاسة مجلس النواب بهاي الفترة. جيد ممتاز. خوش خيار. يعني حتى للأمانة. زين. ما راح أتنازل أبد. يعني أنا أخذت موقف وانتهت. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، إحنا عندنا استحقاقات انتخابية وبموجبها شكلت هاي التشكيلة اللي حكيت لك بيها، الوزارية ومجلس النواب والآخرين. زين. نجي تعالوا خلنا نعيد فرشتنا من جديد، أنتم مو أهلنا وأكو استحقاق انتخابي. زين. لأن هذا إحنا ما ندافع عن منصب راكضي له، ندافع عن حق جمهورنا، عن حق أهلنا. زين. اللي جابونا وحطونا بهذا المكان. زين. نجي من جديد مثلا نوزع الشيخ خميس الخنجر، نوزع من جديد. أخذ أشياء مقابل رئاسة البرلمان، يعني صارت رئاسة البرلمان إنه أخذ، وأخذ وزارة التجارة، صندوق الإعمار أو شيء من القبيل. خميس التجارة، تجارة، صندوق الإعمار، صندوق الإعمار والوقف السني. والوقف السني. زين. زين. أخذ مجلس النواب وانطينا هذن، يعطوكم يعني أي، وجوز نفسهم خليهم نتفق ما ندري بس يصير استحقاق. حسم اخذت وزاره الدفاع، يعطوكم اياها اذا يريدون عطخهم اثنين ننطيهم غير استحقاق الناس. وهذا يعني هسه صارت، وهذا ينطبق ايضا على التربيه. هسه هاي مقايضه اللي لا هي مقايضه ما يعني نسميها مقايضه نظيفه مو نظيفه. خوش زين. لان بها استحقاق ناس. انا شو اقول للجمهوري باجر اذا راح استحقاق اللي هم جابوني وحطوني بالهم؟ انتم مستعدين او مستعدون ان تمنحوا لأي طرف أو كتلة سنية رئاسة مجلس النواب مقابل أن نعطيكم استحقاقات الوزارية؟ ما عندنا مانع. ما عندك مانع؟ لا ما عندنا مانع، لأنه نريد نحل المشكلة حقيقة. وإحنا بالنسبة لنا فرحين إذا صار اتفاق بهذا التوجه حقيقة. خليني. إذا هاي ما رهمت الثالث، أكو شغلة أخرى أيضا دستورية وقانونية ومتفقين إحنا ويا الأخوة في إدارة الدولة انه احنا وصلنا طريق مسدود، نروح نذهب الى تعديل الماده 12 من الدستور، طبعا يمنا باللجنه القانونيه
طول لها من 5 دقائق إلى 10. 10 دقائق ونعدلهم إياها وندزلهم إياها المجلس النواب. من نعدل المادة 12 من الدستور هي بها 3 فقرات، نحط لها نضيف لها 4 في حالة الانسداد يسمح للمرشحين يرشحون غير المرشحين اللي رشحوا بالجلسة الأولى، وينفتح باب الترشيح للقدامة وللجدد حقيقة الأمر. فهاي أيضا وحدة أيضا من الخيارات. زين، إذا سدن ذني كل حين معناها أكو مشكلة راح تصير، يعني مشكلة حقيقية، مشكلة بالاستحقاق المكون، مشكلة يجوز يصير بيناتنا، يجوز يصير هذا الانسداد السياسي، وأعتقد ما بيها مصلحة لحد حقيقة. المصلحة الوطنية تستوجب أن نجي أخاوة، نجي أريد ناس يعني أشبه جنابك. الآن أنت من تحكي لي وأقبل بك كحكم، إذا تصير حكم مو تصير وسيط، من تصير حكم إذا أكو واحد عائل واحد ما عائل تقول للعائل أنت عائل، وهذاك يقول لك صاحب استحقاق. إحنا من شركائنا نريد حكم، سواء كانوا من أخو الكرد أو من الأخوة الباقين شركائنا بالوطن من الإطار التنسيقي أو من إدارة الدولة. أعتقد هذا بيه مصلحة. طبعا إذا صارت المقايضة هاي اللي تفضلت بها وحكيت بها جنابك، إنه هاي الاستحقاقات اللي أخذوها ينطوناها، أيضا هم يرشحونا 3 وإحنا نختار 1 بما فيهم المرشحين القدام. زين، ناقشتم هذه الأفكار مع شركائكم في إدارة المكون؟ بالإدارة الدولة نعم، بالمكون ستناقش بالأيام المقبلة. يعني هم راح يسمعوها اليوم من البرنامج هاي الأفكار؟ لا، أكو يعني أكو اتصالات، هم أكو يعني الحقيقة إحنا جاء زارنا السيد خميس الخنجر والشيخ وأستاذ مثلنا السامرائي، وحكينا بموضوع الاستحقاقات والآخرية، وقلنا يعني خلينا نجتهد ضمن الخط. سعادة مثنى السامرائي قيد مجلس النواب، هو ايش قد عنده سيد او سعادة الاستاذ مثنى السامرائي؟ ما انا خاف الرقم ينحسب علي، يعني حقيقة ما متأكد، بس اعتقد 8 أو 9. وليد مجلس النواب؟ ايه. السيد الخنجر ايش قد عنده ظلوا؟ اعتقد 13. ها؟ 13. وليد مجلس النواب؟ ايه. انتم بعدكم اغلبية ايش قد عندكم؟ لا زلنا اغلبية، احنا 37 الان. احنا 36 37. زين، مو انت لا تحسب لي طلعوا، طلعوا هم تقدميين. هسه انا احكي على البقع. اي البقع، البقع بقع ايش قد يعني؟ 37 36 37. 37 مثنى عده 6 وخميس عده 13 صاروا 19. حاطين رؤوسهم برؤوس ابو 37. اي انتوا قسم من اللي طلعوا هم لا زالوا اللي يسمونهم مبادره وحدهم، يعني ما انضموا الكتلة هسه. ايش قد اللي طلعوا؟ جماعة زياد. جماعة زياد. ايش كثر جماعة؟ أعتقد 8. 8. طبعا كلهم تقدمين. حتى 8 و 19 و 8 و 9 و 8 هم يصيرون 26 27. يعني يصلون تقريبا لل 30. لل 30، انتم 6 37. نعم، احنا لازلنا الأغلبية. واكو قضية أخرى. زين، إذا اجتمعوا فوق وضع الأغلبية، اكو قصة أخرى. فوق وضع الأغلبية، أني اللي فاز يمي فاز جمهوري، جمهور تقدم. أنا ما لي علاقة باللي طلع بعد جمهور تقدم زعلان، عنده أهداف أخرى، عنده أمور، عنده وجهة نظر. إحنا نحترم وجهة نظرهم، ولكن هو نائب يمنى فاز تقدم. إيه بعد راح؟ أسا راح. عنده قانون يمنعه؟ لا، القانون ما يمنع. ما يمنع؟ لا، القانون ما يمنع، بس أكو يعني ثوابت، أكو أمور أخرى. هم راحوا منكم قبضوا؟ ما أدري، ما عندي تفاصيل. لا تدري شيء؟ ما عندي، لا والله ما أعرف، لأن أنا بحياتي، وأعتقد يمكن أنت تعرف باعتبارك أخويا أنت وصديقي، الله يسلمك، من دخلت العملية السياسية اليوم، وهذا يسمعوني الناس كلها، أي لا دخلت بتجارة ولا بمقاولة ولا بصبقة ولا بعت ولا اشتريت، عندي ثوابت. هسه أنا لو عدي عليك وانا قاعد خطارك اقول لك اياه، تقول لي هذا بخل، واذا عندك، اذا عندك لا تسكت. والله ما عندي، بس